السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنوضح لكم الآلية المتبعة لاستخدام موقع جامعة الكفيل للتعليم الإلكتروني، علما أن الموقع بدأ العمل به منذ عامين. يفضل استخدام متصفح جوجل كروم، ثم اكتب بشريط البحث العنوان التالي www.alkafil.edu.iq. ستظهر لك النافذة الرئيسية للموقع. اختر تبويب التعليم الإلكتروني من شريط التبويبات الموجود في أعلى الصفحة، ثم انقر على خيار الثاني بوابة دخول الطلبة للحصول على اسم المستخدم ورمز المرور. قم بمراجعة الكلية أو القسم، والذي سيكون بالصيغة التالية: ST هايفن أو علامة الناقص الرقم، ثم هايفن أو علامة الناقص ثم الرقم ورمز المرور. تسجيل الدخول. ستظهر لك النافذة الرئيسية الخاصة بحسابك، والتي تحتوي على ثلاث تقسيمات. من الجهة اليسرى الرئيسية: الامتحانات عبر الانترنت. البريد يحتوي القسم الأول الرئيسية على 5 خيارات: الرئيسية، الدرجات، المحاضرات، التبليغات، النماذج. من الصفحة الرئيسية يمكنكم الاطلاع على التبليغات والجدول كما مبين. من صفحة الدرجات يمكنكم الاطلاع على درجاتكم في كل المواد بعد النقر على المادة المطلوبة كما مبين. من صفحة المحاضرات اختر المادة المطلوبة من شريط البحث في الأعلى، وسوف تظهر لك المحاضرات الخاصة بالمواد وكما مبين. من صفحة التبليغات يمكنكم الاطلاع على كل التبليغات الرسمية من الجامعة وكما مبين. أما القسم الثاني الامتحانات عبر الانترنت، فيحتوي على خيارين هما قائمة الامتحانات ونتائج الامتحانات. من قائمة الامتحانات ستظهر لكم كل الامتحانات المدرجة من قبل الأساتذة وكما مبين. وبعد تأدية الامتحان معين وانتهاء وقت الرسمي، ستظهر نتائج بصفحة نتائج الامتحانات. أما القسم الثالث البريد، فيمكنك يا عزيز الطالب التواصل مع الأساتذة من خلال تبويبة البريد وكما موضح. مع تمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بالموفقية والنجاح.